اهلا بحضراتكم من جديد في وورلد سبورتس. طبعا ده كان بمناسبه مباراه بكره ما بين اتلتيكو مدريد وبرشلونه في الدوري الاسباني، وبالتالي كنا لازم نكون معاكم بمقدمه اسبانيه. لكن قبل ما نتكلم على لقاءات بكره ان شاء الله، ونتكلم ايضا على لقاءات الاسبوع الجوله الاخيره من دوري الامم الاوروبيه، تعالوا نروح لاغلفه الصحف العالميه علشان نتابع ما هو الجديد في اغلفه صباح اليوم، وبدايه من الصحف الايطاليه لجازيتا ديلو سبورت الايطاليه. العنوان في جازيتا ديلو سبورت بتتكلم على البلاك فرايدي. كلنا عارفين البلاك فرايدي هو يوم فيه خصومات كتيرة جدا في كل يعني كل المجالات المختلفة، سواء الملابس أو سواء الصناعات، أي حاجة بيكون فيها تخفيض. فبتتكلم على كرة القدم وبتقول سوق الانتقالات في البلاك فرايدي حان الوقت للعروض الخاصة، 50 لاعب للبيع قبل صراع يناير، رافينيا خصم 34% وفابريجاس 50% وأرن رامسي 67% ودارميان 40%. يا لها من صفقات، وفيدال ومالكوم يمكن أن ينتقل مجانا، وإبراهيموفيتش مين يعرف، وميلان يسير بأقصى سرعة في الصفقة، 6 شهور مقابل 3 مليون يورو. نروح لكوريو دو سبورت ولسه مكملين مع الصحف الإيطالية، بتتكلم على مشكلة مضاعفة للميلان وهيجوين ألم مزدوج. اسم ميلان بعد طرد هيجوين في مباراة يوفنتوس الأخيرة وتم إيقافه مباراتين، غياب هيجوين وكمان مشكلة هجومية في فريق ميلان هتبقى الموضوع صعب جدا على اسم ميلان في المباراة القادمة في الدوري الإيطالي. طبعا كمان بتتكلم على أن أنشيلوتي بيقول نعم لكافاني، يعني طبعا في كلام على ان كافاني ينتقل من باريس سان جيرمان في لاحدى الانديه سواء في يناير او في الانتقالات الصيفيه، لكن نابولي بيحاول جاهدا ان هو يستعين بخدمات المهاجم الاورجواياني في شهر يناير القادم. ومودريتش يحرر نفسه تقريبا من اسبانيا، في يونيو الكرواتي سيغلق ملفه مع ريال مدريد، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي يريد الاستثمار في مبابي. يعني مودريتش ممكن نشوفه في الموسم القادم في الدوري الايطالي بقميص انتر ميلان، وان فلورنتينو بيريز بيحاول جاهدا انه يتعاقد مع امبابي علشان يستثمر فيه ويقدر ان هو يستفيد منه نفس الاستفاده اللي استفاد بيها في وجود كريستيانو رونالدو. نروح لتوتو سبورت الايطاليه وثلاثي مندس في اجتماع القمه مع وكيل رونالدو، مدير يوفنتوس لن يتحدثوا فقط من اجل قدوم روبن نيفيز في يناير، وعايزين دخية وخميس رودريجيز كصفقات محتمله في الصيف. تخيلوا حضراتكم ان دخية وان جيمس رودريجيز من اهداف تعاقد نادي يوفنتوس، وبالتالي لو ده حصل وانا اعتقد ان هو هيكون صعب جدا ريال مدريد بعد التألق اللي بتألق فيه خميس رودريجيز انه يفرط لنادي يوفنتوس. وكمان ديخيا على فكره عقده قرب ينتهي بنهايه الموسم الحالي، لسه ما جددش عقده مع مانشستر يونايتد، وبالتالي لو ده حصل يوفنتوس اعتقد انه هيكون صعب جدا ان اي حد في العالم يقدر يوقف الفريق ده بالنجوم اللي موجوده عنده، برونالدو بديبالا بنجوم كتيره جدا موجوده. وأنشيلوتي طبعا تصريح تاني عن كافاني، أود تدريب كافاني في رغبة صريحة من مدرب نابولي أن يعمل مع مهاجم باريس سان جيرمان، وإنتر في خطر خلال شهر يناير، وتشيلسي يريد سكرينيار، وجالياني يقول إبراهيموفيتش إلى الميلان. كله كلام لكن لسه ما فيش حاجة حقيقية 100%. نروح للصحف الألمانية، الصحف اللي بتكون أقرب إلى الحقيقة في مجالات الرياضة المختلفة. وأول جريدة موجودة معنا فوزبول بيلد الألمانية، بتتكلم على باكو الكافير أنه مهاجم دورتموند خلاص أن هو على بعد خطوات من تعاقده رسميا مع بروسيا دورتموند، وأن بروسيا هيفعل خلاص بند الشراء، وكمان هو بيحتفل بهدف جديد في شباك ماينز يوم السبت، علشان في كلام او باكو الكثير بالمناسبه ليه بيتكلموا على انه هدف متوقع ان هو يجيب هدف بكره في لقاء يوم السبت امام ماينز، عشان هو شارك في 9 لقاءات احرز 8 اهداف، وبالتالي بنتكلم على ان كل مباراه بنسبه 95% لما بينزل بيكون مشارك في هدف او بيحرز هدف، وبالتالي يوم الاحد كمان هيتم تفعيل بند شرائه من اعارته لبرشلونه. فهو اللاعب عنده بكره
يحتفل بهدفه، دي جريدة بيلد متوقعة، وان يوم الاحد هيحتفل كمان مرة بشرائه 100% لنادي بوروسيا دورتموند. والغلاف ايضا بيضم عنوان ان رومانيجا قد يجدد، وان ده معناه ايه؟ ان في اشاره لامكانيه بقاء كارل هاينز رومانيجا رئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في منصبه. كان في كلام على فكره ان اوليفر كان هو اللي ممكن يكون الرئيس القادم لنادي بايرن ميونخ، لكن ما نعرفش الامور في بايرن ميونخ، الامور معقده جدا والامور مش مستقره في الفريق البافاري. كمان فريق البافاري بيبتعد عن فريق بورسيا دورتموند بسبع نقاط. نروح لصحف اسبانيا ونبدا من جريده الماركا ونشوف كلامهم ايه على دوري جديد او اسبوع جديد من الدوري الاسباني. شهر سانتياغو سولاري 3 أهداف امام المدير الفني، الاول ان هو يوصل الفوز في الليجا لتقليص الفارق ما بين برشلونه، ثم يتجاوز فريق روما في دوري الابطال لضمان احتلاله المركز الاول في مجموعته بالتشامبيونز ليج، والفوز بكاس العالم للانديه اللي هيكون ان شاء الله في شهر ديسمبر القادم. وان اوضحت صحيفه ماركا ان حديث الساعه الان في اتلتيكو مدريد هو ضروره تحقيق الفوز على برشلونه بكره في الدوري الاسباني في المباراه المنتظره. لكن اتلتيكو مدريد عنده مشكلتين، اول حاجه ان جودين بيغيب رسميا عن المباراه، وفي كلام ان خوان فران اشتكى في بعض الالام اللي كانت موجوده في تدريب الاخير النهارده لتدريب اتلتيكو مدريد. والصحيفه نقلت تصريح على لسان كريم بنزيما اكد فيها ان مسؤوليه تسجيل الاهداف اصبحت على مسؤوليته او على عاتقه منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس. نروح لموندو ديبورتيفو ونشوف بتقول ايه عن الدوري الاسباني. بتتكلم على نيمار، دور نيمار بعد الكشف عن رغبته في العوده لبرشلونه، من المحتمل وجود صراع حاسم مع اداره باريس سان جيرمان في الكامب نو ان هم يقبلوا بعوده نيمار، لكن يجب ان يجتمع مع بارتيميو رئيس النادي ليعبر عن رغبته ويستمع لشروط النادي. وابرزت الصحيفه ان انطوان جريزمان تواصل مع برشلونه قبل حسم قراره بتجديد العقد مع اتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، لكن كده جريزمان جدد عقده خلاص مع فريق اتلتيكو مدريد. وكمان جريده موندو ديبورتيفو نوهت ان ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام اتخلى عن خدمات لاعبه كريستيان اريكسون لصالح الفريق الملكي، ان في كلام ان ريال مدريد عايز كريستيان اريكسون، وده اللي قبل من الرفض من ماوريسيو بوكيتينو مدير الفني الحالي في توتنهام. نروح لجريده سبورت، وثنائي برشلونه يستعدان لغزو واندا متروبوليتانو. واندا متروبوليتانو هو ملعب فريق اتلتيكو مدريد، والثنائي هم لويس سواريز وليونيل ميسي. الصحيفة اتكلمت قالت ان تعلق كبير للثنائي سواريز وليونيل ميسي قبل مواجهة روخي بلانكوس وبعض القضايا الأخيرة في قلعة النادي الكتالوني، حيث أنكر والد رافينيا الكانتارا إمكانية رحيل ابنه عن برشلونة. وأوضحت الصحيفة أن في حالة مشاركة سيرجيو بوسكيتس أمام أتلتيكو مدريد أنه هيكمل المباراة رقم 500 بقميص برشلونة. بالمناسبة هقول لحضراتكم بما احنا بنتكلم على الخبر ده، هنقول لحضراتكم بعد ما اخلص اخباري الصحفيه مين اكتر لعيبه لعبت بقمصان برشلونه في تاريخ النادي لحد الوقت الحالي. نروح لجريده الاسبانيه، وكاسياس ما حدث مع مورينيو لن يتكرر معي مره اخرى، واصابه خوان فران واقتراب ابيدال من اللعب اساسي في مباراه برشلونه واتلتيكو مدريد، وروخي بلانكوس يختبر ارضيه ملعب متروبوليتانو، وجمهور البوكا جونيور يملا المدرجات في تدريبات فريقه، والاف من الاشخاص ظلت خارج الملعب من لا بومبونيرا، وخروج فرناندو الونسو من مسابقه الفورمولا 1 لجائزه ابو ظبي الكبرى، وربما يعود في ابريل القادم. ونروح للسوبر ديبورتي، وابرزت تحضيرات فالنسيا لمواجهه رايو فايكانو في اطار الليغا، وطبعا اشارت الى تاهب لاعب الخفافيش لخوض المباراه من اجل استعاده النتائج الجيده. اخيرا نروح للصحف البريطانيه وصحيفه الميرور، اجويرو يصر على ان السيتي لا يقاوم اذا استمروا في اللعب بافضل حالتهم. واخيرا الديلي ستار، ماني المبتسم يوافق على 5 سنوات جديده، شايف خطوه مهمه جدا 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 في خطوه جديده في استقرار لاعبي فريق ليفربول، ان هم خطوه بخطوه بيحاولوا ان هم يمددوا عقود نجومهم زي محمد صلاح، زي فيرمينيو، زي ساديو ماني، علشان اللعيبه طول ما هي مستقره بعقود دايمه تقدر ان هي تؤدي افضل ما لديها داخل الملعب. نعود لحضراتكم من جديد في حلقتنا اليوم، وفي كلام كتير جدا معانا هنتكلم عليه، لكن زي ما قلنا لحضراتكم ان في بوسكيتس لو في حاله مشاركته في مباراه بكره ان شاء الله، هو اعتقد ان هو هيشارك بنسبه 100%، فانه هيكون 500 مباراه
بتيشيرت برشلونه، لكن اكثر من لعب بقميص برشلونه في تاريخ النادي لحد وقتنا هذا هو تشافي هرنانديز 767 مباراه، يلي انيستا 674 مباراه، وميسي 650 مباراه. ميسي قدامه 14 مباراه علشان او 24 مباراه علشان يحطم رقم انيستا وهو يكون في المركز الثاني بعد تشافي هرنانديز. اما ميسي زي ما قلنا 650 مباراه، وبويول 593 مباراه، وميجلي 549 مباراه، وفيكتور فالديز 535 مباراه، وسيرجيو بوسكيتس 499 مباراه. لو لعب بكره هيكون دخل في 500 مباراه ويكون صاحب المركز الثامن في عدد المشاركات بقميص برشلونه. طبعا عندنا مباراة بكرة هتكون مباراة قوية جدا جدا، يعني كلنا بدأنا نتابع الكرة اللاتينية وكلنا محبين للكرة اللاتينية، لكن كلنا دايما كنا متعودين على المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم أو بطولة أمريكا الجنوبية، لكن بعد ما الديربي اللي هكلم حضراتكم عليه ده بدأ ان هو يعني الناس تتكلم عليه أكتر وبدأ ان هو الأنظار